اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة، حلقة الامارات، وهيكون حلو اسمه محلى. والمحلى ده حلو معمول من التمر وشبيه بالكريب. مقادير المحلى: 100 جرام تمر، 2.5 كوب مية دافية، 3 بيضات، 1 كوب دقيق قمح كامل، نص كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة ملح، وعندنا دبس التمر للتقديم معه. بناخد المية الدافية والتمر وبنطحنهم مع بعض في الخلاط. ده بيكون الشكل بتاعهم بعد ما بيتخلطوا في الخلاط. المية تكون دافية علشان تسهل ان التمر يدوب في المية. وهناخد التمر المخلوط مع المية الجاهز وهنضيف له بقية المقادير. الدقيق الكامل والدقيق العادي، الخميرة، الملح، والبيض. هنخلطهم مع بعض. وبعد كده هنبتدي نسويهم على النار. وهنحط شوية زيت صغيرين في الطاسة بتاعت الكريب. ولأن المحلى أغلب الدقيق اللي فيه دقيق كامل هيبقى طري شوية، فالقلب بتاعه هيكون صعب، فهقلبه في طاسة تانية علشان ما يتكسرش مني. اوكي، الشكل ده.